كان عندنا كلام وتصريحات مهمه لمستر مارسيل كولر بعد المباراه خلال المؤتمر الصحفي، اكيد لازم نروح نشوفها ونرجع نعقب. أعتقد كانت مباراة صعبة، كان هناك فرص من كلا الفريقين. أعتقد كان عندنا بعض المشاكل في إيجاد الريتم بتاعنا، لأن احنا متوقفين عن اللعب الرسمي بقالنا حوالي 6 أسابيع. اللعيبة الدولية أو لعيبة المنتخبات جاءت الفريق متأخر، فحتى لم نقم بأي مباريات حتى ودية مع اللعيبة الدولية، وبالتالي ده أثر علينا وعلى شكل الفريق. في المقابل شباب بلوزداد بيلعب في المنافسات الدوري، بيقدر عنده رتم أكتر، وده باين النهاردة أن هم كانوا فريق قوي جدا، فريق يستحق الاحترام، وكان أدائهم جيد جدا اليوم. ولكن عدم وجود رتم لينا وعدم وجود فترة طويلة 6 أسابيع، عدم وجود ماتشات رسمية أثر علينا كتير، وعشان كده احنا نعتبر راضيين عن النقطة النهاردة. كما قلت سابقا، فريق جيد جدا، بيقدم كرة جماعية، كرة راقية، عنده مهارات عالية، في سرعات في الفريق، وبالتالي الفريق قوي. وانا كنت عارف ده قبل المباراة، وده اظهره اليوم ان هو فريق قوي جدا، وعشان كده انا راضي تماما عن نقطة تعادل اليوم. متبقي مباراتين في المجموعة، أكيد هدفنا كنادي أهلي أن احنا نفوز بالمباراتين ونتأهل كأول المجموعة، لكن عارفين أن المهمة ليست سهلة. الأسبوع القادم عندنا مباراة خارج الديار، مباراة صعبة جدا في أجواء صعبة، احنا كمان متأخرين في عملية الريتم، أن الفريق يحصل على الريتم تبعه بسبب قلة الماتشات. ما عندناش ماتشات من اليوم لغاية الأسبوع القادم ماتشات رسمية، وبالتالي ما عندناش غير التدريب. نحاول ان احنا نجهز الفريق بأسرع وقت ممكن، ان هو الأسبوع القادم يبقى جاهز للمواجهة الصعبة، وبعدين عندنا مباراة في النهاية على أرضنا، هتبقى مباراة كنهائي للمجموعة، لكن هنحاول نعمل أقصى ما وسعنا ان احنا نتأهل أول مجموعة كما اعتاد النادي الأهلي. يمكن كلام مستر مارسيل كولر، عشان ما نكررش كلامنا، هو اللي احنا قلناه في بداية الحلقة عن فكرة الجاهزية الفنية وتأثير ده. ويمكن يا جماعة احنا مرينا باختبار زي ده، كان مستر مارسيل كولر في كلامه بعد مباراة اتحاد العاصمة كان شايف ان مش طبيعي ان النادي الاهلي يقدم مباراة بالشكل ده تاني، لان كان الالتحامات الثنائية وحاجات حتى هو اتكلم عليها وقتها كلها اغلبها بيفوز بيها اتحاد العاصمة، المعدل البدني، الجاهزية الفنية. فكان مستر مارسيل كولر شايف ان كان في جاب ملوش علاقة زي ما قلت لكم في البداية بالقيمة الفنية للسكواد بتاع الاهلي مقارنة باتحاد العاصمة او شباب بلوزداد. ولكن يا جماعة كل حاجة لها ظروفها وكل مباراة لها ظروفها، ده اللي اتكلم فيه مستر مارسيل كولر. واسقطه كمان ان حتى الناس هتيجي تقول اصل انت لعبت مع الاخدود، لعبت مع كذا، القصة مختلفة يا جماعة. النادي الاهلي عنده لاعبين، كنا بنتكلم في اكتر من 10 لاعبين موجود مع المنتخبات المختلفة اللي هم طبيعي قوامك الاساسي. فانت بتتكلم عن ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني، ادي الاربعه اللي ورا، قدامهم مروان عطيه وامام عاشور، ادي الاثنين اللي قدامهم. فانت بتتكلم في حاله الفريق اساسا، ما هو ده البيلد اب في الكوره، وهو ده بناء الهجمه، وهو ده اللي الناس بتتكلم عليه، فكره الانسجام وان اللعيبه جوه بعض في الملعب لاقيين بعض. فكل ده ما كانش موجود لان انت ما لعبتش اي مباراه تحضيريه بالمجموعه اللي خاضت مباراه شباب بلوزداد. فزي ما بنقول هي نتيجه جيده وفقا للظروف اللي مرينا بيها، ولكن المهم ان الاداء ده ما يتكررش في مباراه مديامة، لان مش كل مره هيكون عندك التوفيق ان انت فريق يروح باكتر من 14 محاوله على مرماك وما ينجحش يسجل. لا، ورقم 14 محاوله على مرمى النادي الاهلي ده رقم كبير الحقيقه. يعني خلاص مباراه عدت، يمكن مارسيل كولر حتى قبل المباراه لعب كده مايند جيم مع لاعبيه، بقى يعني عايز اقول مع لاعبي النادي الاهلي، لما حرق لهم كل الشماعات وقال انا ما عنديش مشكله من الاصابات، ما عنديش مشكله من الجاهزيه الفنيه، ما عنديش مشكله حتى من الجاهزيه البدنيه للاعبين. فكان بيوجه رساله، كنا نتمنى ان ده يحصل على ارض الملعب، لان رجعنا بعد اللقاء او بعد المباراه تحدثنا بقى عن فكرة المباريات الرسمية اللي غايبين عنها بقالنا 50 يوم، ورجعنا لبعض من هذه الشماعات. نتمنى إن شاء الله أمام مديامة يكون الفوز حليف النادي الأهلي عشان تحسم صدارة المجموعة إن شاء الله أمام يانج أفريكانز.